حين يغادر ناصر باب منزله الواقع بقرية الأحد بالباحة، لا ينوي على شيء أكثر من أن يعود في نهاية اليوم، وقد أصاب الكثير من الرضا عن نفسه. حكاية ناصر مختلفة لأنه كان مؤمناً بذاته، حيث لم يستسلم لواقع إعاقته بل جعل منها سلماً للنجاح. هنا في منتزه الحسام يقف ناصر في كل يوم ضارباً بكل أشكال التعب عرض الحائط، ليبعث رسائل أمل لكل العابرين هنا. مرحبا فيك يا أخي أحمد. أنا أعمل منذ 3 سنوات في الكشك هذا، وأبيع المنتجات البنكية والوافل والعصير النكهات. ناصر الممتلئ بمعاني الإصرار جعل من هذه الإعاقة لحظة انطلاق نحو صناعة واقعه الأجمل، فخلق لنفسه عالم نجومية خاص، فهو بيد واحدة استطاع أن يجعل الناس يتهافتون عليه في كل مكان يضع عربته فيه. أنا أعمل لمدة 3 أشهر في الصيف في منطقة الباحة، و3 أشهر في الربيع في محافظة المخور. وما بين أشهر الشتاء والصيف يقدم ناصر لزبائنه أشهى المأكولات والأطعمة. وأنا يا أخي أحمد أوصل رسالتي للجميع، ما يستسلم لأي عار صحي، وأن يكافحوا من أجل تأمين لقمة العيش له ولأسرته، يعني وأنا سأتحدى الضروب بالعمل بإذن الله. وحين فقد ناصر قوته في يده اليمنى لم يفقد معها بواعث الأمل والإصرار التي سكنت، حتى تحول اليوم إلى قصة كفاح ملهمة. للإخبارية أحمد البرتاوي، الباحة.